السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. نعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو السيد أيمن الصدري، الرئيس التنفيذي لبروج فوركس بروكر. إذن أيمن، قبل قليل كنا نتحدث عن موضوع الاقتصاد العالمي، ما يحصل في أوروبا. تحدث لنا عن موضوع البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وسياسات الفيدرالي الأمريكي، لكن إذا عدنا لسياسات الاي سي بي تحديدا، هل تعتقد أن أموال التي ضخها في القطاع المصرفي مؤخرا ستعود إلى الاقتصاد أو ستضخ في الاقتصاد، وبالتالي ستكون لها تأثيرات على عجلة النمو الاقتصادي، أم أنها ستذهب يمينا وشمالا وقد تتبخر ولن يكون لها أي مفعول؟ أرقام المحللين كانت بتقول أنه بال 489 مليار اللي هي كانت الشريحة الأولى اللي أخذوها البنوك حيكون فيها تقريبا بمشاركة 523 بنك تقريبا 523 بنك، كانوا عم يحكوا انه تقريبا متوقعين انه اكثر من 200 مليار كجزء منها انه يضخ بالاقتصاد. خلينا بس احنا نقول احنا كيف بده ينضخ بالاقتصاد. في طريقه مباشره وطريقه غير مباشره. الطريقه المباشره اللي هي خلينا نقول السياسيين شوي بحبوها اكثر، انه تفتح نوع من انواع الاستثمار للشركات الصغيره بنوع من انواع القروض الميسره. نعم، خطط تمويل يعني. خطط تمويل. النوع الثاني اللي هو لجأت له البنوك بنظري من بالالتي ار او رقم واحد، انها بدات بشراء اصول سياديه. فصرنا نشوف في نوع من انواع في شكل سندات. بشكل سندات في معظم الدول الأوروبية، فصار في نوع من أنواع الثبات، عدم التذبذب العالي جدا في أسعار السندات في بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا وحتى البرتغال. يعني أعطيك مثال، أنه السندات الإيطالية 10 سنوات إذا أخذنا المقارنة هي اليوم تقريبا 4.8. كنا إحنا بنحكي العائد كعائد، العائد كانت كنا بنحكي على نسب كان وصلت إلى 6.5 وأعلى مستوياتها. أعلى مستوياتها. لكن النقطة المهمة جدا انه تصور انها لما كانت 6.5 كان الفارق بينها وبين السندات الألمانية 10 سنوات، لانه احنا متفقين انه يكون عندنا بنش مارك السندات الألمانية 10 سنوات كان فوق 5%. احنا لما نحكي في اقل من 3% يعني، او اقل من عفوا 2.8% تقريبا. يعني نزل الفرق تقريبا 3. يعني هلا اذا بتاخذ انت في اخر خلينا نقول 6 اشهر 7 اشهر، احنا في اقل نقطة بين الفرق بين السندات الألمانية والسندات الإيطالية. هذا في نوع من أنواع برضو استقرار للاقتصاد وحينعكس إيجابيا على الاقتصاد. فأنا أرى أنه الخطوة الأولى خلينا نقول عملت النتائج المطلوبة منها. الخطوة الثانية حيكون تأثيرها في الاقتصاد أقوى من الخطوة الأولى، مما سوف يؤثر بنظري على أرقام النمو في الاقتصاد. يمكن كنا شوي الارقام كانت في الاتحاد الاوروبي بالاسبوع الماضي شوي ارقام الانبلويمنت كانت عاليه، لكن ما ننسى انه ارقام نسب البطاله هي بتكون تقريبا اخر شيء بتحسن في الاقتصاد. انك انت يجب انك كشركه انك تنتج ويصير عندك اوبريشن خلينا نقول ريفينيو جيد قبل ما تبدا في عمليات توظيف جديده. يعني يكون انت واصل لنقاط استقرار، فهي بتطول. فمشان هيك حتى لقيناها. لكن هناك بيانات مهمة كذلك، هي بيانات التضخم في أوروبا تحديدا، وبالتالي هي تعطينا صورة كذلك عن واقع الاقتصاد، وبالتالي ربما المسار المستقبلي للاقتصاد في الفترة القادمة، لأنها تحدد الانفاق الاستهلاكي كذلك الذي يؤثر على الدورة الإنتاجية. هو شوف، التضخم وعلاقته مع الكيو اي او علاقته مع ضخ الاموال من البنوك المركزيه عاده بيكون تاثيره قوي لما بيكون في نمو اقتصادي، لما بيكون في عندنا نوع من انواع اللي كان بال2005 و2006 و2007. بس لما بنكون احنا خايفين من كونتراكشن ومن ريسيشن ومن امور زي هيك، بضل التضخم اندر كنترول. وهي كانت الرسائل الواضحه جدا من الفيدرال ريزيرف واللي كان معظم البنوك المركزيه تعارضوا فيها، لكن هو اثبتت بالنسبه له انه قدر يعمل كنترول على التضخم مع ضخ الاموال الهائله اللي وصلوا لها تقريبا 2.7 تريليون تقريبا ضخوا الولايات المتحده على 2 كيو اي. فاظن انه هاي الارقام يعني خلينا نقول كتضخم لن تؤثر كثير. انا عندنا هذا الاسبوع كمان ارقام من النمو الناتج المحلي للاتحاد الاوروبي، برضه هي حتعطينا نوع من انواع المؤشر انه هل احنا ماشيين على الطريق في نمو في الاقتصاد
النمو في الاقتصاد هون عم بنقيسه باخر توقعات كانت بال 2011. اخر توقعات كانت بال 2011 كان متوقع انه النمو في الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي يكون ماينس. في اخر تصاريح وكان هناك انكماش في الاقتصاد في الربع الاخير من العام الماضي ب 13% في اوروبا. شوف الربع الاخير من 2011 كان خلينا نقول عليه يعني حاله استثنائيه. كان عليه عزوف من كل شيء. فبرجع بقول لك يعني انه كانت هي النقطه اللي فتحت شهيه الاسواق اللي هي الخطوه الجريئه من الاي سي بي باعطاء قروض ميسره للبنوك اللي هي في العشرين شهر ديسمبر بالضبط. وهي من وقتها حتى الان لو بترجع بتشوف على التشارت شو صار في الاسواق، صار في خلينا نقول اتجاه ايجابي قوي جدا في الاسواق، وكان حتى في اسواق المال واسواق الاسهم. فهي كمان يعني النقطه كانت واضحه انه بدات الامور تتغير. هذا حيأثر على المستثمرين زي ما حكينا بشهيه المخاطره، فحيكون تاثيره على بعض السلع زي الذهب خلينا نحكي سلبي في الوضع الحالي، بالذات بعد التصريحات الاخيره للبنك المركزي الامريكي او الفيدرال ريزيرف عن طريق برنانكي. قد نرى هبوط اخر للذهب، نامل انه ما يكون بنفس السرعه اللي كان فيها اول مره، لانه هي السرعه كانت واضحه انه هي نوع من انواع المضاربه العاليه جدا، انه يفقد الذهب 4.6% تقريبا في جلسه واحده، يعني تقريبا 90 دولار او 100 دولار، يعني قرابه 100 دولار في جلسه واحده في غضون ساعات، في حدود 6 الى 7 ساعات. يعني تطلع على الشارت لها ان تو اورز بارز. مظبوط. نعم. وبالتالي الا تعتقد ان هذا من شانه ان يخيف المستثمرين مستقبلا ويجعلهم يتجنبون الذهب لتلافي حصول سيناريوهات مماثله؟ بالضبط. يمكن هي هي الرساله اللي عم نحاول انها تكون واضحه للمستثمرين وللمضاربين بالذات، انه المضاربه على الذهب هي تعتبر من اخطر المضاربات على السلع، لانه قد تتعرض الى هبوط حاد او الى ارتفاع حاد بامور حساسه جدا في القرارات الاقتصاديه. لكن ايمن، ما الذي قد يعيد بريق الذهب في الايام القادمه؟ QE3 المستبعد برنانكي. برنانكي رجل خلينا نقول دائما يضع كل الأوراق على الطاولة ولا يستثني منها شيء. يعني حتى الآن كل تصاريح برنانكي، حتى التصريح الأخير اللي كان بالبيج بوك، إنه لم يلغي فكرة QE3. احنا سمعنا الغاء فكره الكيو اي 3 من بعض اعضاء الفيدرال ريزيرف الاخرين. اوكي. اللي هم بداوا يتنبؤوا بناء على كلام برنانكي وبناء على الاجتماعات تبعتهم. لكن ايمن، انت قبل قليل ذكرت لي احتمال ان يكون الفيدرالي الامريكي السباق لرفع الفائده. طبعاً. وبالتالي رفع الفائده لن يناسبه كذلك برامج كيو اي ثاني. طبعا ما هو حتكون الخطوه الاولى انه حناخذ تصريح واضح انه ما في كيو اي 3. مباشرة الخطوة اللي بعدها حتكون يا إما تقصير المدة تثبيت الفائدة أو رفع الفائدة. لكن هون في نقطة مهمة جدا بدنا ننتبه لها، أنه لن يكون رفع الفائدة 0.25%. قد نرى أرقام عالية جدا في رفع الفائدة الأمريكية، قد تصل إلى نص أو تصل إلى 0.75 في اجتماع واحد، بالعودة إلى حدود 1%، بالعودة إلى حدود 0.75 أو 1%. أنا لا أتوقع أنها حتكون تدريجية. لكن ما هو المفعول الذي ينتظره الفيدرالي من خطوة مماثلة بهذا الحجم؟ ثبات الأرقام الاقتصادية اللي موجودة عنده، ثبات نسبة البطالة وانخفاضها بنسب مدروسة، الأرقام الاقتصادية الأخرى كالإندستريال برودكشن والريتيل سيلز وهي الأمور كلها، حتعطيه نوع من أنواع أنه يعيد دراسة قراراته، أنه إحنا وصلنا إلى نقطة فيها نوع من أنواع النمو الاقتصادي المتزن وعدم التعرض الى اي مشاكل اخرى، بالذات كمان انه برنانكي قال انه المشكله في الاتحاد الاوروبي تقريبا بدات انها بدناش نحكي تنقشع، لكن بدات انها تبين ملامحها. يعني دائما احنا بنحكي حتى المستثمرين المضاربين انه هي دائما المشكله مش في وجود المشكله، المشكله في عدم وجود حل للمشكله.
فانت وهنا تظهر وهنا ظهرت الاختلافات الكبيرة بين الأوروبيين وبين الأمريكان في الفترة الأخيرة في قمة العشرين الأخيرة، حينما كان الأمريكيون يطالبون الأوروبيين بضرورة رفع سقف الحماية أو جدار الحماية المالية من خلال دمج آلية الاستقرار المالي وكذلك صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في صندوق واحد، ليتمخض عنه صندوق بنحو تريليون دولار للمساعدة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو ما تستدعي الحاجة إلى إنقاذه في أوروبا، فيما الأوروبيون والألمان تحديدا كانوا ضد هذه الفكرة ويرون أن لا حاجة لمثل هذه الخطوة، وكانوا يطالبون برفع أموال الـIMF أو صندوق النقد الدولي، وهي خطوة كانت تعارضها الولايات المتحدة. إذن هناك نقاش فكري فلسفي وعدم توافق بين الأوروبيين والأمريكيين إلى حد الآن، وهذا ما يتضح ربما حتى على مستوى سياسات البنوك المركزية. أنا خليني أقول لك شغلة عن سياسات البنوك المركزية بعدين بنرجع للشطر الأول من الكلام. يمكن حكيناها أكثر من مرة أنه أنا من النوع اللي دائما بنبه أنه يجب أن نكون حذرين ونسمع أخبار البنوك المركزية أهم من أي شيء تاني. البنوك المركزية في الدول زي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي مستقلة بقرارها، ويجب أن نقول أنه هون هي تأخذ على عاتقها عدم تدخل أي أمور أخرى كسياسية أو كصندوق نقد أو كبيل آوت أو كأي أمور أخرى. وهي يمكن لاحظناها أكثر شيء في البنك المركزي الأوروبي، أنه كيف كانت سياسة تريشا مختلفة تماما عن سياسة دراجي. واللي عمله دراجي بالنسبة له حسب قوانين البنك المركزي الأوروبي أخذ قرار فيه كبنك مركزي أوروبي بغض النظر عن كل القيادة السياسية اللي موجودة في ألمانيا أو في فرنسا أو حتى في بريطانيا، ما حدا بيستطيع أنه يعارضه ما دام هو ملتزم بالقوانين اللي عنده كبنك مركزي أوروبي. فالبنوك المركزية هي التي تؤثر وهي اللي عم تعمل الأسواق في الوضع الحالي وهي التي تحمي الأسواق. قد تكون بعض سياساتها متأخرة، قد تكون بعض سياساتها شوي جريئة وسريعة. لاحظ أنه حركة الدولار مقابل الين على آخر تدخل في البنك المركزي الياباني، احنا بنحكي على فوق على تقريبا ارتفاع 800 نقطة وثبات في الين مقابل الدولار. فهي الأمور كلها لا نستطيع أن نعول أنها تابعة للحكومة الياباني، لا هي تابعة للبنك المركزي الياباني. نفس الشيء تدخل البنك المركزي السويسري، البنك الوطني السويسري، في جلسة واحدة شفنا أنه حركة اليورو مقابل السويس فرانك تقريبا 3% كانت لصالح اليورو. فهي الأمور بتقيس أنه البنوك المركزية هي أقوى صناع قرار في الأسواق المالية. هلأ نقطة البيل آوت، جيد أن يكون عندك صندوق استقرار، جيد أنك ترفعه لواحد تريليون، لكن بالنهاية فكرة بعض الدول زي ألمانيا وزي فرنسا أنه يجب أن نلغي فكرة بيل آوت، لأنه طول ما أنت عم تفكر أنه في وراك بيل آوت معناته أنه أنت عم تفكر أنه ممكن يصير معك ديفولت، فأنت حتلجأ للبيل آوت. فلا، احنا خلينا نرفع عليك تكلفة الاقتراض، خليك أنت تكون مع حركة الأسواق. بس زي ما صار في إيطاليا، هلا إيطاليا يعني عندها ديون ضخمة جدا، كنا احنا متنبئين ب 2011 حيصير في مشاكل ضخمة جدا في إيطاليا. إيطاليا حتى الآن قادرة انها تقترض بنسب 4.85 من غير اي مشاكل اقتصادية، والآن ستكون مجبرة على بيع سندات ب 45 مليار يورو في شهر مارس وشهر أبريل القادم. أظن البنوك اللي أخذت 529 مليار ستغطي ستغطي. أيمن السطري الرئيس التنفيذي لبروج فوركس بروكر، شكرا جزيلا لك على التواجد معنا وطرح حلقتنا لهذا اليوم.